تطور هائل تعيشه الكرة العراقية على جميع الأصعدة، ومن يقول غير ذلك فهناك خلل في أذنيه، فإن لم يكن يرى ما يحدث فعلى الأقل إنه سمع. وما يثبت قرينتنا هو الحراك الحالي الجاري على أرض الواقع. المنتخبات الوطنية تعيش فترة من الزهو، ومسابقة الدوري هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة أشبه بمن يقارن بين الثرى والثريا، وكل ذلك لم يأتي اعتباطاً، وإنما نتيجة مشروع أوله نور وآخره نور، بدليل إن الليغا عقدت أمس اجتماعاً مع الأندية بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاقية وسط جو مليء بالبهجة والسرور، حيث تعودنا سابقاً إن بعد كل اجتماع للأندية تظهر الوجوه العابسة تتصدر الفضائيات، والعنوان الأبرز يكون اتفقوا على ألا يتفقوا. والملفت إن اجتماع الليغا أمس على سبيل المثال انتهى بالابتسامات والجميع خرج متفائلاً، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على إن المستقبل زاهر، ويحتاج فقط لأن تتضافر جهود الجميع لكي نصل للهدف المنشود. مشروع الليغا حلم وتحقق، ووجود رئيس رابطة الدوري الإسباني تيباس في بغداد يعد نصرا كبيرا لاتحاد الكرة، فهذا الرجل المهم في خارطة الكرة الأسبانية يسعى لتطوير واقع كرتنا، وهذا لن يتحقق إلا بنهضة من قبل الأندية، فاليد الواحدة لا تصفق، وعلى الجميع ترك الماضي والنظر لقادمات الأيام، كون المستقبل زاهر بشرط العمل، خصوصا مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة للأندية.